قرآن وواقع. رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الإله المعبود الحق هو الذي جعل لكم الليل والنهار. قال الله تعالى: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وهو الله. الإنسان أيها الإخوة إذا عرف الله عرف كل شيء وحصل كل شيء، وإذا جهل الله إذا جهله واتجه لغير الله بقلبه وسلوكه أضاع نفسه في الدنيا وأضاع نفسه في الآخرة. ولذلك قضية الإيمان الحقيقي تدور على معرفة الله. وهو الله ماذا؟ النصراني يقول أنا مؤمن بالله، واليهودي يقول أنا مؤمن بوجود الله، حتى بعض الكفرة كلهم يقول المؤمنين بوجود الله يا أخي، ولكنهم يعبدون مع الله غيره. فالله يقول والله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق، لا يطاع أحد بحق إلا الله تبارك وتعالى، لا تخضع ولا تذل أحد إلا لله خالق الكائنات. له الحمد في الأولى والآخرة، في الدنيا والآخرة الله محمود في ذاته وصفاته. أما المعبودات من دون الله سواء كانت بشرا أو حجرا أو شعارا أو شمسا أو قمرا، كل أي نوع من أنواع المعبودات وهي كثيرة ليست محمودة أبدا، لا تضر ولا تنفع. أعظم شخصية في الكون قد يذله الله بعدو الله، قد يذله الله وهو على يعني أبهته وعظمته فيأتيه ملك الموت فيبقى طريحا، وربما يموت في مكان لا يدري به أحد. واحد مات في المرحاض تم تتيه ما شعروا فيه، فتفسخ وطلعت ريحته وفتحوا باب المرحاض شفوه فتصان من أهل الكفر والعياذ بالله تعالى. فالمخلوق وكل معبود غير الله لا يحمد لا في الدنيا والآخرة ولا في الآخرة. قد يكون فاضلا إذا كان مؤمنا تقيا، نعم يثنى عليه لفضله، أما إذا لم يكن فيه صفة تربطه بخالق الكائنات فهذا ليس بمحمود، إنما ضائع في الدنيا وفي الآخرة. الدنيا ماضية والآخرة له جهنم. وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، يحمده أولياؤه في الدنيا ويحمده أولياؤه عندما يدخلون الجنة في الآخرة، يقول الحمد لله الذي أحلنا دار المقامة. وله الحكم، هو الذي يحكم بما يريد، يحكم بين الناس في الدنيا ويحاكمهم في الآخرة فيجزيهم على أعمالهم. وكل حاكم غير الله في الدنيا إلى باطل وإلى ضلال إذا لم يحكم بما أنزل الله. فما تسول فلسفة شيطانية إسلام سياسي وإسلام مدري إيش وإسلام، طيب يا أخي لا تطيع الإسلام السياسي، هات لنا الإسلام الحقيقي فأطيعه. وينه؟
أنت أيها الإنسان الذي تقول إسلام سياسي وإسلام غير سياسي، أنت مستسلم لأمر الحكومات المستصهينة في الغرب، وبالتالي فأنت عبد لليهود، تطيع أفكارهم، وإن زعمت أنك علماني لا دين لك، لا لك دين، دينك الاستسلام لغير الله تبارك وتعالى. الإنسان لا بد إلا أن يستسلم لأسس وقواعد ومفاهيم، فهذه الأسس والقواعد والمفاهيم إما أن تكون من الله فهو عبد لله متحرر عن العبودية لغير الله، وإما أن تكون من غير الله من أي كان. وشهدنا أن أصابع اليهود تلعب في كل الديانات الموجودة غير الإسلام، الذي لا يستطيع أحد أن يحرف القرآن لأن الله حفظه. كل الديانات أصابع اليهود تلعب فيها، بدليل أنه لا يمكن أن يقيم أحد نظاما إسلاميا. تساوي دين إسلامي يا أخي، تساوي الحكومة دينية، لا ما بصير. يهود بس بساوي، بس أنت ما بصير. أزناب اليهود من الفرس والأعاجم ساولون الدولة الإسلامية المدري إيش، معلش يا دول، أنشئوا ليقاتلوا المسلمين بدلا أن يزعجوا أنفسهم هم بمقاتلتهم، وهكذا يفعلون كما ترون. أما تساوي دولة إسلامية سنية بالشكل الصحيح، ما بصير يا أخي. كل أعوان وأزناب إسرائيل في كل المناطق، حتى من العرب بعضهم يبذل ماله ويعمل كل جهده ليمنع المسلمين من أن يقيموا حكم الإسلام. أما بجوارهم الدولة اليهودية تعلن أنها الدولة اليهودية، وتطلب من العرب أن يعترفوا بأنها يهودية. وأما النصارى فأين دولتهم النصرانية؟ سمعنا في ألمانيا الحزب الديمقراطي المسيحي، أين الدولة المسيحية؟ أين تعاليم المسيح فيها؟ اسم فقط. اليهود سلخوا الناس من أديانهم كلها باسم العلمانية، يعني الدولة لازم تكون للكل فهي لا دينية. أما هم في الدولة التي زرعوها في قلب الشرق الأوسط ليحكموا منها العالم حسب مخططاتهم، فهم يعلنون الدولة اليهودية، ويؤازرهم البهائم من الحكومات الذين يسمون أنفسهم أنهم حكومات دول لها كرامتها وسيادتها. ليست حكومات لها كرامتها، حكومات متصهرة وشعبها مخدر بالموبقات والفواحش والزنا والخمور، وهو لا يدري من يحكمه ولا بما يحكم. أضاع الناس كلهم دينهم وبقي دين اليهود، ومن يسمحون له بإقامة الدين مثل أهل فارس ومثل غيرهم ليقاتلوا المسلمين حتى يسكتوا صوت الإسلام، ولكن صوت الإسلام لن يسكت، وكلما ضيقوا عليه سيشتد قوة ومتانة. ونبشر المسلمين وننذر الكافرين من يهود وغيرهم أن الإسلام سيستقر في بلاد الشام رغم أنوفهم، وما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم سيكون. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. إذن المؤمنون الحقيقيون يؤمنون بالآخرة، وله الحكم أي لله، يهتمون بحكم الله، وإليه ترجعون، يعتقدون أنهم راجعون إلى الله ومحاسبون على أعمالهم، ولذلك تستقيم أعمالهم. أما من رأيته على غير ذلك فهو وإن قال الله آمن بالله سبحانه وتعالى لا يؤمن بالله، يؤمن بالله كأنه عنده يشتغل، يا رب أعمل لي كذا، يا رب ما سويت لي كذا، إيه الله عندك عم يشتغل ينفذ لك أوامرك، حاشا لله سبحانه وتعالى. فأنت العبد وأنت الخاضع لله، عبد بي ولو كان أنكرت الطاعة لله فأنت خاضع لله، يميتك وقت ما يريد ويبتليك بما يريد. وأنت تعلم أن الكائنات كلها في تصرف الله، خذ الليل والنهار. قل أرأيتم رؤية فكرية هادفة، انظروا وفكروا وأخبروني. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا أي دائما إلى يوم القيامة بأن وقف دوران الأرض
وصار جزء من الأرض كله ليل دائم. من إله يأتيكم بضياء؟ طبعا إذا استمر الليل تزداد البرودة في الأرض حتى تصل إلى حالة التجمد، فتموت النباتات وتموت الحيوانات وسيموت الإنسان. من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ النور أمر مهم يا إخواني. من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ أفلا تسمعون؟ أفلا تسمعون إنذارات الله وتوجيهاته وتنبيهاته لكم؟ ماذا حل بأذانكم حتى لا يسمعوا الحق؟ أفلا تسمعون بيانات الحق؟ والضياء أيها الإخوة آية من آيات الله. لو خرجتم بصاروخ، وهكذا فعل من خرج بالصاروخ إلى طبقات الجو العليا في النهار، يجد الدنيا ظلاما. وين النور؟ الشمس موجودة طالعة. قالوا أنه يراها كقرص أخضر لا نور فيه خافت، والدنيا كلها ظلام. إذن النور يخلقه الله بشكل عجيب، بانعكاسات، بأشياء الله أعلم سيكتشفها الناس بعد ذلك، كما قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. من إله يأتيكم بضياء؟ هذا الضياء وهذه القدرة الحرارية التي تنبعث أيضا، أيضا بالنسبة للحرارة آية من آيات الله يكتشفها الناس في المستقبل. المفروض أنك عندما تبتعد عن الأرض وتقترب من الشمس أن يكون حرارة أكثر، عندما تخرج إلى الطبقات العليا من الجو تصل إلى درجة التجمد. الشمس موجودة، أين الحرارة؟ من الناس من قال الحرارة تسكن في الأرض ثم تنبعث أن تنعكس، سيكتشفها الناس ويدرك ما أخبر به الله تبارك وتعالى. من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه تهدؤون؟ وهناك غدد مثل غدة الصنوبرية لا تعمل إلا في الليل وفي الظلام. من يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ أفلا تبصرون؟ النهار إذا ثم واستقر دائم عليكم يؤذيكم، والليل إذا استقر بشكل دائم عليكم يؤذيكم. ومن الذي يقلب الليل والنهار؟ هل فلان من الطواغيت أو الفراعنة أم رب العزة الذي خلق لكم كل شيء وسخر لكم كل شيء وطلب منكم أن تتحرروا من العبودية لغيره؟ لأن الله يريد مصلحتكم وغيره يريد مصلحته. ومن رحمته، أي من آثار رحمة الله عليكم، جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. جعل لكم الليل لتسكنوا وتهدأوا، وجعل لكم النهار مبصرا كما مر في الآية السابقة، من أجل أن تتحركوا في مساعي أعمالكم وأشغالكم من زراعة وصناعة وحركة، تبتغون من فضل الله لترزقوا مما خلقه الله لكم من هذه الأرض. فالله هو الذي أعطاكم كل شيء، فعلام تحاربونه؟ علام تفرون منه؟ كما يفر الحيوان الوحشي من القسورة، حمار الوحشي من القسورة. أقبلوا على الله واعبدوا الله وتحرروا من العبودية لغيره، تسعدوا في الدنيا وتسعدوا في الآخرة، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع قرآن وواقع والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.